وتنضم إلينا القيادية في حزب تقدم السيدة نور الجحيشي. سيدة نور، مرحبا بك معنا في الحصاد. يعني في ظل عدم تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات. بس تنبيه أخ الكريم. نعم أخ الكريم تفضلي. بس تنبيه تفضلي. في عضو تحالف العزم. عضو تحالف العزم. عزم، نعم. شكرا للتوضيح. تحية شكرا لك أخي الكريم. أهلا بك. طيب في ظل يعني عدم تحقيق أي أهلا بك في ظل عدم تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية للخروج من المأزق الذي تمر به العملية السياسية، هل يبدو القلق الذي يبداه بعض الساسة والخبراء أو النخب السياسية يعني مشروعا؟ أخي الكريم، اليوم ما يمر فيه البلاد من موقف صعب جدا، هذا نتيجة التصارعات الحزبية. واليوم احنا نتأمل من قرار المحكمة الاتحادية بما يخص شرعية الجلسة الأولى، هو فتح باب الحوارات السياسية بين الكتل لوجود حلول تنهي هاي الأزمة في البلد، ونتأمل انه يوحدون البيت العراقي من اجل المرور من هذه الأزمة والالتزام بالتواقيت الدستورية. نعم، أجدد التحية ثانية بك سيدتي الكريمة. مشكلة الكتلة الأكثر عددا أو ما يسمى بالكتلة الأكبر ما زالت تترنح بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والأنباء تتحدث أنه لا يوجد أو توجد نية لدى الإطار بالالتحاق بالتيار نحو تشكيل الكتلة الأكبر، ما تعقيبك؟ الرؤى السياسية ما حصل في الجلسة الأولى لمجلس النواب وما التمسه المشاهد العراقي أنه السياسة متجهة نحو الأغلبية الزيادة العددية، فبالتالي اليوم الموضوع الذي يتأزم بين الإطار وبين الكتلة الصدرية فتحوا باب المفاوضات السياسية، وعلى ما أعتقد وما تم إعلانه لوجود حلول متناصفة، حلول متناصفة في بعض جزء من الإطار ممكن أن يذهب إلى المعارضة والجزء الثاني يمضي مع الكتلة الصدرية. نعم، هذا رأي سياسي، والرأي الآخر تبقى الأمور متأزمة كما هي. طيب سيدة نور، ابقي معنا. تنضم إلينا الآن سيدة جيهان الطائي السياسية المستقلة. سيدة جيهان، مرحبا بك معنا في الحصاد. يعني ما مدى دقة الوصف الذي يعني طرحه أو أطلقه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري من أن جلسة البرلمان الأولى التي عقدت هي أول جلسة عراقية بامتياز وأول جلسة يعني تعقد بدون ضغوطات وتدخلات خارجية؟ طبعا أنا أرحب بحضراتكم. أهلا بك. وبالسادة المشاهدين إن شاء الله. والله إحنا فيما يخص تصريحات السادة السياسيين إحنا نتأمل أن يكون هذا الكلام واقعي وحقيقي، وإن شاء الله يعني العراق متوجه نحو البناء ونحو الإعمار، وإن شاء الله يعني القادم أفضل. نعم. طيب سيدة جيهان، إذ ما أردنا الحديث عن كوتا النساء فهي في هذه الدورة الانتخابية تحديدا، فبحسب قانون الانتخابات أن ينص حصول النساء على 25% من المقاعد النيابية في أقل تقدير، والزيادة ممكنة إلى حد كبير. هل طبق القانون أم أن حظوظ النساء ما زالت أقل؟ طبعا هذا القانون اللي شرع مجلس النواب سنة 2020 هذا قانون أنصف المرأة، قانون لم يتم قبله إصدار هكذا قانون حقيقة، لكن بعد التطبيق من قبل المفوضية ظلمت النساء، لم تطبق فقرات القانون بصورتها الصحيحة، وهذا مخالف نص المادة. تقول 16 تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس النواب، ثانيا تكون نسبة تمثيل النساء لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة. هذه الفقرة هاي ما طبقتها المفوضية، لأن هسه حاليا توجد محافظات هاي النسبة غير متحققة فيها، وهي محافظة بابل ومحافظة البصرة، وأنا بصفتي مهندسة فإحنا الشغلات الحسابية يعني هي اختصاصنا،
فقرة ثالثا تحدد كوتا النساء لكل محافظة، هاي فقرة رقم ثالثا تختلف عن فقرة رقم ثانيا، يعني هاي فقرة أولا فقرة ثانيا فقرة ثالثا، ماكو ربط بين وحدة ووحدة، يعني كل وحدة إلها خصوصيتها. فالفقرة الثالثة حددت الكوتا لكل محافظة ودخلت لكل دائرة، ويعني الدائرة المتكونة من 4 مقاعد حددت موقع الكوتا يكون بالأخير، الدائرة المتكونة من 5 مقاعد حددت الكوتا يكون رقم 5، الدائرة المتكونة من 3 مقاعد حددت الكوتا يكون رقم 3. فلهذا شنو اللي صار؟ قطت نسب تنطلق من عندها النساء، تنطلق من عندها نحو الزيادة، لهذا كان القانون ما لا يقل عن، وليس مو 25، لو قايله 25 كان ثبتت ل 83، وانما من قالت لا يقل عن، فمعناها قطت المجال مفتوح، ممكن تكون 50، ممكن تكون 75، ممكن تكون 100%، ماكو كل اشكال، وهذا طبعا وفق جداول موضحه بالقانون. بعدها اكو فقره، يعني المفوضيه هنا غيرت بالنص، المفوضيه هنا ليش ظلمت النساء واني وحده من عندهم المفروض اني اصعد على الكوتا، هنا غيرت النص، وتعرفون يعني الجمله من يتغير بيها حرف واحد يتغير المعنى كليته. فمن تقول اذا استنفذت الكوتا النسويه وفقا لنتائج الانتخابات في المحافظه، ليست كما تقول اذا استنفذت الكوتا النسويه وفقا لنتائج الانتخابات في الدائره الانتخابيه، هذا فرق وهذا فرق، فلن تكون هناك عمليه استبدال، احنا دخلنا على ان نتائج الانتخابات في المحافظه، وهاي في المحافظة دخلت النساء كلها، النساء العراقيات اللي دخلت الانتخابات دخلت على أساس هذا القانون، ما تجي المفوضية تغير بالنص بأحكامها، هذا مو صحيح، لأن هذه طيب يعني سيدة جيهان يعني عذرا للمقاطعة، يعني هذا التلاعب، نعم. هذا التلاعب بالنسب الذي أشرت إليه، والتلاعب أيضا بصيغة الكلام، يعني لمصلحة من هذا التلاعب؟ حضرتك اللي صار هنا هو حالتين، يعني أنا حسب تحليلي الشخصي، أما المفوضية أخطأت في تنفيذ المعادلة، لأن هذه الفقرة تتبعها معادلة رياضية، المعادلة الرياضية هي عبارة عن لوبات، إحنا كمهندسين وكطلاب يعني هسه يشاهدوني الجامعات، جامعات الحكومية والأهلية وقسم التربية الرياضيات، الطلاب بالكليات، يعني هذه أكو معادلة تعتمدها اللي هي سلسلة يسمونها لوب حل العقد، هذه أنا أتصور لا المفوضية افتهمتها واشتغلت على أساسها، ولهذا شطبت هذه الفقرة كلها، وهذا مو صحيح، يعني ما تنشطب فقرة واحد واثنين ألف باء جيم، نعم. على يا أساس انشطبت؟ لازم احنا دخلنا الانتخابات غير على أساس هذه. فهنا نقول خامسا يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها في البند رابعا، يعني هنا اكو كوتا واذا ما تحققت ننتقل الى خامسا، هنا ايش راح المفروض المفوضية هنا تشتغل، تتم إضافة مقعد افتراضي إلى عدد النساء الفائزات لكل دائرة انتخابية، راح تبدي تشتغل لوبات، تضيف مقعد افتراضي لكل دائرة، مثلا يعني أنا مسوية جدول كون إحنا اختصاص بهاي الأمور، يعني أوضح للسادة المشاهدين على مود يعرفون بأن هذه نعم تفضلي، يعني هذه الدوائر الانتخابية، وهذه عدد المقاعد، وهاي النساء سواء صعدت بأصواتها سواء بمقعد الكوتا، هنا يضاف مقعد افتراضي لكل دائرة انتخابية، بعدها تحسب النسب، من تحسب النسب يلاحظون أيهما أقل نسبة، مثلا هاي الدائرة رقم 12 هذه أقل نسبة لأن ظهرت 0.20، هنا يضاف المقعد تنشط بهاي الدائرة، تنعاد الكرة مرة ثانية يضاف مقعد افتراضي مرة ثانية، هنا من تحسب ينحسب المقعد الافتراضي الأول والمقعد الافتراضي الثاني وعدد النساء ويقسم على عدد المقاعد، وأيضا راح تظهر نسب، النسب هنا اللي راح تظهر أيهما أقل نسبة يضاف لمقعد، تعاد تكرار العملية مرة أخرى يضاف مقعد افتراضي، تنجمع المقاعد الافتراضية زائد عدد النساء اللي صاعدات سواء بأصواتها سواء بالكوتا على عدد المقاعد، راح تظهر نسب مئوية ويضاف له المقعد،
وتكرر العملية. نعم سيدتي الكريمة، دعيني أتوجه بسؤال للسيدة نور الجحش ونشركها في حديثنا عن الكوتا. سيدة جيهان قالت أن المفوضية ظلمت النساء. نعم. من حيث الكوتا، سيدة نور، مؤخرا كانت للنساء مطالبة بالحصول على مناصب إدارية وقيادية في الحكومة، برأيك لماذا لم نشهد منذ تأسيس الحكومة وحتى هذه اللحظة امرأة مثلا أخذت منصب رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية مثلا؟ هل المرأة العراقية غير كفوءة لإدارة شؤون الدولة مثلا؟ تحية لك أختي الكريمة. اليوم ما يحصل هو نحن في مجتمع ذكوري مع الأسف. اليوم أكو برنامج تنص عليه الأمم المتحدة في عام 2030 يجب أن يكون تمثيل النساء يتجاوز 50%. اليوم اللي ما حدث عن موضوع الكوتا أو مثل ما تفضلتي المراكز التنفيذية في الحكومة العراقية، هذا دليل على أنه اليوم إحنا نتحكم أو الأحزاب تتحكم بنا في كل المواضيع، ومن ضمنها موضوع كوتا المرأة. اليوم مثل ما تفضلتي، اليوم للمرأة دور مهم في المجتمع العراقي. كيف اليوم المرأة لها دور مهم في العملية السياسية؟ فبالتالي ما حصل علينا من مظلومية وخروقات قانونية دستورية من قبل المفوضية بآلية توزيع المقاعد. فبالتالي اليوم احنا ندعو هيئة القضاء وندعو المحكمة الاتحادية ان تبقى على حياديتها وان تنصف حقوق المرأة، وبالتالي ينحسب لها ولتاريخها، لان اليوم المرأة في العراق جدا مظلومة. احنا اختي الكريمة ما شاهدناه من خلال حملاتنا الانتخابية والتجوال في جمهورنا، المرأة مظلومة جدا في المجتمع العراقي بكل الفئات، نبدأ من الطبقات الضعيفة ثم المتوسطة ثم إلى أعلى سلطة اللي هي السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. فبالتالي اليوم أدعو منظمات حقوق المرأة وتمكين المرأة أن تقف جنبا إلى جنب بإنصاف حقوق المرأة بالعراق. مع الأسف مثل ما ضاع أي شيء بالعراق، أي شيء مهم وأي شيء له دور، اليوم حقوق المرأة ذهب سدادا بسبب أني مثل ما اللي افتهمته والتمسنا احنا اليوم كنساء عراقيات، بسبب تصارعات حزبية، بسبب عدم تنفيذ برنامج حكومي صحيح، بسبب اليوم عدم التكافؤ كمجتمع واحد. واليوم الدستور أنص انه حقوق المرأة كحقوق الرجل، كذلك الإسلام مكن المرأة تمكين صحيح. فبالتالي اليوم احنا نطلب وندعو جميع المنظمات الحكومية بالوقوف في موضوع، وهذا موضوع جدا مهم، لأن الموضوع يرتبط بالوضع السياسي والتأزم السياسي، هو موضوع كوتا المرأة. ما حصل في الانتخابات، أخذ من وقت حضرتك دقيقتين، ما حصل من مظلومية للنساء في هذا الموضوع هو ذهاب المفوضية بتفسير خاطئ، وذلك من خلال جميع الخبراء المختصين بالقانون. الدستور والقانون لا ينص على أن تمثيل النساء 25 أو دون. يقول النص الدستوري المادة 49 رابعا ألا تقل نسبة النساء في مجلس النواب أكثر من 25. زين المشرع اليوم من شرع هذا القانون وقال ألا تقل عن 25، وممكن فكر بالزيادة. شو نفكر؟ فكر أنه هناك نساء قياديات ممكن أن يجتهدوا، واجتهدنا اليوم. اليوم أكو جمهور راح أدلى بأصواته إلى نساء، هذا من الثقة بدور المرأة العراقية. ولكن يا سيدة نور، في المقابل كوتا النساء أوصلت نساء لم يعرفن بالسياسة أصلا. إذا نود أن نشكرك على انضمامك معنا سيدة نور الجحش، عضو تحالف عزم، وشكر موصول لسيدة جيهان الطائي، سياسية مستقلة. شكرا لكما.